Oh my God. أوكي خبرك الحقيقة أنا بعتقد من وقت ما وعيت على الدنيا وأنا بحب الميك اب. أنا أمي شيز ميك اب أرتست، امرأة جميلة جدا، فكنت أنا مهووسة بأمي من أنا وصغيرة، وهلا عم شوف نفس الشيء سبحان الله ببنتي. بنتي بتلحقني بالبيت إذا أنا لابسة زهرة الوز زهر، لابسة أزرق الوز أزرق. بتحب الميك اب كثير. أكيد يمكن لأنه قد ما موجود ميك اب بالبيت، أنا بيتي كله بوكسز أوف ميك اب. من أنا وصغيرة عندي بروفيشنال ميك اب باج، لأنه كل ما في لون بمق على الموضة بصير بشنتتي. وأنا كنت هوايتي إنه حط ميك اب على الجيران، على أصحابي، على أولاد خالاتي، فما كنت شيطانة أنا وصغيرة، كنت كثير عاقلة بس بحب الميك اب واللبس. فبدت هالهواية وكنت بالأول بس هواية، مجرد هواية. أنا درست بزنس مانجمنت ببومث يونيفرسيتي، لكن قررت إنه أنا بدي اعمل ميك اب لانه هذا الشيء يعني الحب تبع حياتي. اهلي ما كانوا بالاول كثير عم بيشجعوني، لكن انا عنيده وكنت مصره انه بدي اصير ميك اب ارتست، وبدي اصير مش مشهوره مثل ما انا اليوم مشهوره، كان بس بدي انه بس يطلع اسمي هيك على صغير بشي مجله بالكريدت على التلفزيون. بس صراحه ما كان هذا هو الحلم يعني اللي انا كنت مفكره فيه. انا بيهمني انه شو ما اعمل يكون سكسسفول. فقصة البرنامج على الـ MBC، أنا رحت على دبي هوليداي وتحبيت أقدم على الـ MBC، أعطوهم فكرة البرنامج أنه أعمل نيو لوك للمشاهدين، وقالوا لي صاروا 6 أشهر عم ينبشوا على شخصية مثلي. فعملت بايلوت ونجحت فيه والحمد لله صار لي 8 سنين على الشاشة. وبحب أشكر جمهوري كله اللي بيتابع برنامج جوال، ولو مش من جمهوري أنا ما بكون هون اليوم. لا خلاص ولا واحد. هلا انا بين زبونه وزبونه، نرجع نجمل شوي. اوكي خلص دلع، تعالوا نروح نشوف شو عم بصير بالصالون. أول شيء الحلقات كتار هالسنة بالذات، هيدي النيو سيزن بكيت يمكن قد كل السنين اللي قطعت، لأنه it's very emotional. برنامج حقيقي يعني ما بنقول للمشاركات شو يقولوا، هن منهم ممثلات، فاللي بيطلع منهم بيطلع منهم. وأنا صراحة بالأخير بكون كتير emotional لأنه بحس كل التعب اللي تعبته عليهم لما يوصلوا بالأخير، وإذا هن بكوا أو إذا هن كتير انبهروا باللوك تبعيتهم بحسها كأنه حدا عم بيعطيني يعني كأس، كأني ربحت كأس. فالحلقات كلها بتأثر فيي. في كم حلقة هولي قدما مأثرين فيي بحس على طول حأتذكرهم. في حلقة كان قطع معنا شاب اسمه شادي، ضعف معنا 49 كيلو وتغير، يعني بطل الإنسان نفسه اللي اشترك بالبرنامج، نفسيته تغيرت، شخصيته، ثقته بنفسه. كمان كيف معنا كوتش، هي بتدرب فوتبول بنت، وكانت بعمرها بحياتها مش لابسه فستان. كمان نفس الشيء بالاخير كثير بتذكر بكيت، قالت لها ماما شوفي جوال عملتني عروسه، وانا خلص سمعت هالكلمتين ويلا دموع تكر. لا هاي مش انا، هاي انا، هاي انت. لا مش انا. طلعتي من عند عمرو وبلشت تبكي ودقيتي لي على التليفون عم بتصرخي، قلت لي شعراتي كثير حلوين. بعرف انه الواحد بيكون اوقات معود على اللوك معين وما بيتقبل اللوك الجديد، وانت تقريبا اخذت شي يومين تعودتي على لوك شعراتك. هلا شو رايك بحالك؟ ما بعرف شو بدي اخبرك. لا كثير ما انا هاي عن جد، والله ما انا. لا ما انا هاي. اكيد انت معك حق، انا حبيت كثير يوم اسئلتك. اكيد كل شخصيه لها ميك اب معين. انا يمكن ما بيليق لي الميك اب تبع هيفا، ما بيليق لها شخصيتي. هيفا هذا الميك اب السموكي بجنن عليها وكثير لايق لشخصيتها. ما في حط ميك اب قوي لبنت كثير خجوله، ما في حط ميك اب كثير فيه الوان وحمرة لبنت منا جريئة، ما في حد كمان ألوان كتير ناعم لبنتي شخصيتها كتير قوية وقادرة إنه
تحط ميك اب قوي وشعر يكون كتير جلامرس وفستان كتير جلامرس، فأكيد الميك اب ضروري يكون لايق لهالشخصيه المعينه وللوجه والتكوين. ما ننسى التكوين هي الشيء اللي بيحدد شو نوعيه الميك اب يعني، وحتى تسريحه الشعر. اذا اجت لعندي انا عروس بدها بس استشاره، ما في انا عروسه ضعيفه بتيت بالشكل، عامل لها شنيون كتير كبير وتاج كتير كبير وفستان كتير كبير، حتغرق بكل هالشي. انا بدي ابرز لها جمال نعومتها وانوثتها، فبدي فستان بالعكس يظهر لها هالانوثه مش يخبيها. حابين فيكم توقفوا اللوك تبع العيون اللي هيدي الدرجه، يا اما تحطوا قلم اسد جوات العين حتى تعطوا جاذبيه اكثر، كيف رح تبين اللوك ثقيله اكثر. هلا لازم من بعد ما تحطوا القلم الاسد جوات العين تحددوا الحواجب، لانه الحواجب هن كثير كثير مهمين انه يعملوا كادر حلو للعيون، بخلوا اللوك تكون سوفيستيكيتد اكثر. انا بقول انه الست الخليجيه على طول بنسمع الست الخليجيه مكياج الخليجي، اي ثينك هذا عم بيروح شوي شوي مع الزمن والحمد لله، لانه الست الخليجيه هي الست اللي بتعرف كثير منيح شو عم بيصير بعالم الموضه، وبتعرف كثير منيح شو عم بيصير بعالم التجميل، وبتعرف كثير منيح شو عم بيصير بعالم المكياج، وهي يمكن الامراه الاكثر من الست الاجنبيه اللي بتعرف المودة منيح وبتعرف شو بليق لها كمان. فكان أول ما رحت على دبي كنت شوف المكياج ده الملون كتير والقوي كتير على العيون، هلأ ما بقى عم نشوف هالسيدات بهيدي اللوك، شوي شوي عم بيجربوا الأشياء اللي بتليق، لأنه المكياج العربي الحقيقي الأصلي عم يرجع تريديشنال أكتر، اللي هو التكحيل العين بالكول بالأسود السموكي. فأنا على طول بحب كمان أعمل education للسيدة عن بشرتها، تهتم ببشرتها، لأنه عنا مشكلة وحيدة بالخليج بالعالم العربي إنه الست قد ما بتصرف على اللبس وعلى المكياج وعلى العطور ما بتصرف كتير على السكين كير. فأنا بحب إنه تصرف على السكين كير حتتحافظ على بشرتها، لأنه الست الخليجية الله نعمها، الست العربية الله نعمها ببشرة حلوة، مش مثل الأجانب يعني ما منختر عبكير ما منجعد عبكير، لكن بدنا نحافظ على البشرة إنه ما يصير فيها تصبغات، وما نضطر نحط كمية كبيرة من الميك اب حتى نخبي عيوب، بالعكس نظهر جمال بشرتنا. حاسة نفسي مش بكون أوكي، فعشان كده جاية. جوزك بده يشوفك فستان؟ هو بيعشق الست الحلوة. عندكم شي الليلة ظاهرين شي؟ والله هو دلوقتي حاليا ممكن يكون عريس بس مستني العروسه الاوكي. اوكي هو عارفك انك جاي لهون؟ اه طبعا. فعارف انه حتطلعي بلوك غير شكل؟ اول ما شجعني ان انا اجي لك هو. اوكي